قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الأستاذة شاهيناز جمال حول ندوتهم التي أقيمت بقاعة كلية كومبوني بالخرطوم يوم الأحد حول المشاركة السياسية للشباب في السودان. أهلا ومرحب بك أستاذة شاهيناز، كلمينا عن رؤيتكم والمحاور التي طرحتوها في الندوة حول المشاركة السياسية للشباب. نحن عندنا خلل بنيوي في الدولة، أصلاً هي طبيعة متآمرة على الجماهير، ما صممت عشان تقوم تخدم الجماهير تاريخياً الكلام ده، تمام؟ كنت اشتغلت على القصة بتاعت اللي هو مسكتها تاريخياً، يعني هي ما صممت عشان تنجز عدالة، ما صممت عشان تنجز سلام حقيقي، ما صممت على أساس إنها تنجز حرية اللي هو دي شعاراتنا كانت في الثورة. عشان كده أول حاجة قالوها الشباب كان قالوا حنبنيه دي ما حننظفه بس وحنشجر الشوارع، حنبنيه معناته نحن حنبني الدولة السودانية نفسها، اللي هو في خلل بنيوي كان في البناء بتاع الدولة السودانية، لأنه نحن ورثنا أصلا جهاز الدولة من الإنجليز، ما حاولنا نغير في طبيعة جهاز الدولة. عشان كده كل مرة بنلقى أصحاب الامتياز بتاعين السلاح بيتقدموا، مرة امتياز النخب بيتقدم، مرة الامتياز بتاع الإدارة الأهلية، مرة الامتياز الديني، مرة الامتيازات الإسمية، وهكذا. في خلل أصلا. الفكرة كلها كان قايمة على شنو الندوة، إنه نحن كيف نقدر نحيل السلطة دي كلها للجماهير. ما نحن حاسي حاليا سلطة مقاومة شعبية، مش كده؟ وقوة مطلبية بتاعت مقاومة، كيف نحن القوة بتاعت المقاومة دي كشباب نقدر نخليها فاعلة على الدوام وتفكك لي وتقوم لي بناء بتاع دولة سودانية؟ لأنه نحن حاسي حاليا بنشهد حالة بتاعت ذات ولا دولة، بالذات مؤخرا يعني بعد الانقلاب. حتى الناس القائمين على أمر الدولة الآن، انت لو لاحظت هم ما قاعدين، يعني ما قاعد يأثر فيهم مثلا في حاجات كثيرة من الأدوات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، مثلا قول لإسقاط النظام وغيره، الأدوات دي ما قاعد تأثر معاهم. نحن عشان نقوم نقول نعمل عصيان مدني، بدليل إنه الدولة ذاتها مضنية العصيان المدني. لما نحن يكون عندنا مواكب، الدولة هي اللي بتقفل الشوارع بالحاويات والكباري وكذا، صح؟ فيبقى الدولة هي ذاتها مستخدمة أدواتك دي، أدواتك دي هي بقت مش ما فاعلة، لكن زمانك هي كان عندها تأثيرها، لأنه لحد ما كان في دولة. يعني كان في تأثير بأنه الخدمة المدنية تنهار، كان في تأثير بأنه الجهاز المصرفي ينهار، أنه تكون في كهرباء ولا ما تكون في كهرباء، المهم الخدمات كلها بتاعت الصحة والتعليم وغيره كان في اهتمام شوية يعني. لكن حركي الدولة دي ما في، بالعكس هي شغولها كله قايم على أنه ما تكون في دولة، لأنه الدولة بمؤسساتها بتشكل رقابة. فنحن وصلنا مش مرحلة أنه في خلل في البنية بتاعت الدولة، لا، نحن حاسي مؤخرا بقينا نشهد انه ما في ذات دولة، ودي ممكن تكون لمصلحة غير الحاكمين الحسي، لمصلحة برضو خلفاء من المحاور وكده، ما عاوزين دولة في السودان عشان ما دايرين يتعاملوا بيه دولة. يعني المجتمع الدولي ده ذاته ما انواع، في داير دولة لكن داير دولة بتصوراته، ما تصوراتنا نحن كجماهير بتاعين شعب سوداني، وفي ما داير دولة في السودان زي الروس وكده، ما دايرين دول يكون رقيب عليهم ولا دولة رقيبة عليهم ولا كده. فنحن حسي حاليا محتاجين نبني الدولة السودانية، ده كان الكلام بتاعي. نحن محتاجين طريق ثالث غير التسوية، لأنه التسوية غير ما تخمر الواقع وتعيد إنتاج الأزمة ما حتعمل حاجة. ما هو من جرب المجرب حاقت به الندامة. نحن جربنا طريقة التسوية ومشينا في طريقة التسوية عشان حاجات كثيرة، قلنا حقن الدماء وكده بعد مجزرة فض الاحتصام، لكن اكتشفنا أنه الموضوع ده ما قاعد يوقف دم. حتى النخب نفسهم في الدولة السودانية ما كانوا ساعين وما كانوا مبتهدين، أنه يعني هم بالنسبة لهم الشباب ديل يطلعوا يسقطوا النظام وبعد كده دور الشباب انتهى، بيجوا السياسيين ديل يقعدوا في الكراسي. عشان كده أنا قاعد أقول مفهوم التغيير عند الشباب ذاته مختلف، اللي هو ما مفهوم إسقاط النظام بس. طيب يا أستاذة، رؤيتك الثالثة شنو خلاف التسوية؟
الطريقة الثالث إنه الناس تقدر تشتغل يعني جوا الأحياء. يعني نحن في الأحياء ما تكون بس نحن بنفتش على بناء قاعدي مقاوم، لا نحن نفتش على بناء قاعدي ذاته منتخب، اللي هو نقدر نحيل كيف السلطة للجماهير عبر قانون بتاع إدارة ذاتية، عبر إنه نحن السلطة الإدارية دي ذاتها تخضع تكون خاضعة للشباب وللسلطة. يعني نحن ما بس نقول نحن دايرين نعمل قوة مطلبية وجماعة مطلبية بتاع الضغط مقاومة، لا لا، نحن ذاته لازم أشكال بتاعتنا دي التنظيمية دي تكون معونة سلطوي، هي ذاتها جزء من السلطة. يعني السلطة تكون عبارة عن سلطات موزعة، أصغر زول في الدولة عنده مهمة، فهمت؟ السلطة حقتنا كلنا، حقت كل الجماهير، يساهموا فيها الشباب ويلعبوا دور كبير جدا. يعني حسي نحن المشكلة ما في وإذاته، حسي حاليا تايق الشباب دير إنه يعملوا لهم شغل في الأرض في الواقع. إحنا ما دايرين حاجة معلقة فوق ودولة معلقة فوق، نحن دايرين دولة تكون ممتدة في كل الحتت. دايرين نأسس دولة سودانية، لأنه نحن عندنا مشكلة بتاع تأسيس الدولة، نتحول في الأحياء ده اللي نقصته، كل الناس في أحياء تمشي تشتغل شغل قاعدي، بحيث إنه بعد شوية الدولة دي لما تجي توزع مثلا الميزانية بتاعتها، مثلا كان ميزانية الصحة الاستثمار التعليم وغيره، بتجي توزعه مثلا قول زي مجالس كده محلية ومجالس بلديات، فهمتني؟ يكون في أي مجلس في أي زول بشيل حصته ونصيبه، بعرف يوظف حاجته دي كيف. ما الليلة أنا الحاجات اللي أنا عاوزاها مثلا هنا في محليتنا مثلا في منطقتنا ما هي الحاجات العاوزينها مثلا المحلية بتاع جبل مون، ولا هي الحاجات العاوزينها مثلا في جبال النوبة مش كده، وفي تادوبلي ناخد نموذج مثلا، ولا في الفاشر. يعني الحاجات ذات المتطلبات ذاتها هي بتختلف. أنا في منطقتي بكون عارفة عندي كم مدرسة، بكون عارفة عندي كم جامع، عندي كم فرن، عندي كم، يعني فهمت؟ فاهمة أنا حاجاتي. لكن هسه السودان بيمتلك إرث كبير من الخراب امتد لعشرات السنين، وإنت محتاجة لكافة شرائح المجتمع، الشباب والمرأة وأحزاب والمجتمع الدولي. طيب أنا ما أقول لك كلام، أصلاً أنا ما استثنيت الأحزاب على الإطلاق، بالمناسبة الموجودين في الشارع دي ذات الأحزاب سياسية. يعني أنا ما فرضت إنه ده حزب سياسي ولا ده مثلاً قوة مدنية ولا ده مثلاً قوة حتى قول في الجيش ولا في أي مؤسسة، فهمتني؟ أنا ما فصلت بين الناس على أساس إنه لا نحن دايرين شباب مستقلين، ما قلت كده خالص. أنا قلت عموما نحن كشباب زي ما نحن قاعد نساهم في إنه نسقط الأنظمة، المفروض نساهم في بناء الدولة. حتى أقول لك الناس اللي قاعدين موجودين في الشارع دير ذاتهم فيهم شباب من حزب الأمة، فيهم شباب في قوى الحرية والتغيير عموما، يعني فيهم شباب في الحزب الشيوعي، فيهم شباب في الحركات المسلحة، فيهم شباب ما داير يكون في أي جسم، فيهم شباب في الأجسام الثورية غاضبون وملوك الاشتباك. يعني أنا ما داير أسمي بالضبط الشباب ديل هم منتمين لياتو، حتى الشباب الإسلامي أنا ما قاعد أستثنى زول. أنا قاعد أقول كل الناس المفروض تنتبه إنه تجي تأسس. نحن حسي حاليا القصة المفروض تتعامل دي بيعملوها كل الناس، بعد ذلك تمشي لمصلحة منو. يعني أنا أقول لك كلام، نموذج مثلا إذا عندك شاب مثلا دول من حزب الأمة، تمام؟ الشاب اللي في حزب الأمة ده لما يدي عشان يقوم يترشح ما بيكون عنده امتياز مستحق لأنه هو في الحزب الفلاني، عنده امتياز مستحق لأنه جماهيريا في منطقته دي اللي بيعرفوه مثلا نقوله في جبرة بيعرفوه ناس المنطقة وجابوه عبر البناء القاعدي المنتخب، اللي هو البناء القاعدي المنتخب ده نزلوا فيه كل الناس، أي زول حتى الزول اللي ما عنده أي حزب. في النهاية بتتعامل انتخابات، في النهاية بتكون دي رغبة الناس، هي جابة الناس ديل مش كده، عشان شنو؟ عشان أنا في النهاية أقدر أحيل السلطة دي للناس. لكن هو حيجي يمثل المنطقة ولا الحزب بتاعه؟ لا لا، ما هو ده كلامي، اللي هو بيجي يمثل المنطقة. شوف الحاجة دي، نحن لو جينا القصة دي أحلناها للجماهير في النهاية أنت بتبقى بتمثل. مثلا أقول لك كلام، تمثيلنا في البرلمان يكون مثلا ناس جبرة، مثلا نقول عندهم مقعد، أفرض ليك مثلا مقعد بتاع ناس جبرة، المقعد ده ما بتاع فلان في جبرة، بتاع جبرة. إذا جبرة شافت إنه الفرد بتاع ده ذاته هو ما زول كويس، بتسحب الزول ده وبتجيب زول تاني. أنت كده فاهمني صح؟ يعني مش قصة إنه الحزب كل بيتحكم، لا، جبرة هي المناطق هي اللي بتتحكم. ليه؟ لأنه هي منطقة بتعرف هي عاوزة شنو، وهي القروش دي حتوظفها كيف، الميزانية بتاعتها. يعني القصة بتاعت إنه، وده التغيير الجذري الحقيقي، لأنه نحن التغيير الجذري
بالنسبة لنا إنه فعلياً تغيير يكون شامل في بنية المجتمع ككل، تجيب ناس فعلياً يخدموا الدولة دي. يعني الليلة حتى الخدمة المدنية، أنا مثلاً أقول عندي مثلاً شغل ماشي عشان أقوم أشتغله في وزارة مثلاً الصحة، شلت ورقي ومشيت الوزارة، ممكن تلقى مدير، ممكن تلقى موظف ما يعبرك، فهمتني؟ لأنه أصلاً الدولة دي مصممة إنها ما تخدم المواطنين، ما تخدم الجماهير. أنا داير أجيب دولة تخدم لي الجماهير. يعني أنت بتتكلم عن حلول قد تستغرق زمن كتير. الناس الحس الموجودين الفاعلين الآن في الشارع هم عايزين حلول قريبة. ما هو شوف، نحن مش 8 شهور في الشارع، نحن لو قررنا نعمل بناء قاعد منتخب ده الموضوع ده ممكن ما ياخد 3 شهور تاني لو فعليا في إرادة حقيقية، ما تفكير رغبة. ده اللي بارح أنا كنت بقوله، نحن أصلا عموما بنفتقد للإرادة الحقيقية. شوف الإرادة الحقيقية دي ممكن تتجاوز لك حتى شفت المجتمع الدولي دي بمليون خطوة. لكن هل الشباب الآن في الشارع مؤهل للتعاطي مع كافة هذه التعقيدات ولا محتاج لمزيد من التدريبات في مختلف المجالات؟ يعني محتاج، أنا أقول لك كلام، هو محتاج ليه؟ الشباب محتاج لحاجة واحدة. الليلة نحن لو ما انتبهنا حركة الشارع وحركة المقاومة ماشية تتحول كلها لحركة بتاعت اشتباك. أنا زولة قاعدة في الشارع، الشباب ديل مثلا نحن بنقوم نقول الموضوع بدأ بأنه نحن دايرين نمشي مواكب للقصر، زي ما قبل كده أتيحت الفرصة والجناس احتصموا قدام القصر، نحن دايرين نمشي نصل القصر الجمهوري ده باعتباره دي الرمزية بتاعتنا نحن الشعب السوداني. الموضوع ده بدوا يواجهونا كويس العساكر إنه نحن ما قادرين نصل للقصر. بعد شوية الشباب ديل بدوا شنو؟ بدوا يشتبكوا مع العساكر عشان نتقدم قدام عشان بس نصل القصر الجمهوري. بعد شوية الاشتباك بقى في كل المناطق بتاعت السودان. بعد شوية لما نحن حسينا بأنه الموضوع كده بقينا نقول نرجع ثاني للأحياء بتاعتنا ونشتغل شغل، لأنه ده بقى شغل معزول وشغل مركزي وشغل ما عنده أوتبوت. ما أنا دايرة أوسع القاعدة بتاعت المقاومة الشعبية. الموضوع ده بقى ما ماشي. طيب رجعنا للأحياء، بقينا بنشتغل على توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، إنه نلقى أرضية كبيرة جدا وحاضنة شعبية للمقاومة بتاعتنا الحدي حاليا للسلطة دي. الموضوع ده تحول طوال، الشباب بيجوا يفتشوا أقرب قتل في المنطقة ويمشي يحاولوا يتضاربوا مع ناس القتل. بقت الفكرة أنت ما مشتبك وأنت ما بتتضارب وأنت ما أنت ما بطف. مش إنه ده غلط، يعني أنا ما ممكن أواجه عنف الدولة بعنف تاني. لازم يكون في وعي موجود في الأحياء، لازم يكون في مقابل لده. الشباب كل ما يزيدوا في العمر يمشوا على سن أقل، كل ما هم بيكونوا متحمسين اتجاه الاشتباك أكثر، لدرجة إنه الاشتباك ده ماشي قاعد يأسس حاجة في الشارع وظاهرة في الشارع إحنا لازم ننتبه لها. بتلقى أطفال عمرهم 6 و5 سنين أحلامهم إنه الزول يسوق موتر ويكون عنده طبنجة يعني، وكل أحلامهم إنه يشيلوا لهم درجات ويمشوا في الاشتباك. أنا في النهاية معقولة داير أواجه عنف الدولة بعنف مضاد؟ طيب ما يمشوا يشيلوا سلاح عادي. صحيح. أنا ده ما دايره حسي، أنا دايره حسي حاليا الشباب الموجود كيف نحن نقدر نوظف الطاقات الهائلة دي. ما في إنه نحن نقدم مزيد من الدماء، في إنه نحن نبني الدولة السودانية. شكرا لك أستاذة شاهيناز جمال على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.